صباح الخير يا سنة تانية، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله ترم سعيد علينا كلنا. المقرر بتاع الترم دوت ان شاء الله هو مقرر بيتحدث عن آثار مصر اليونانية الرومانية، وبيبقى جنبه كده مكتوب واحد رقم واحد. ده معناه ان في جزء تاني او تكملة لنفس المقرر، بس طبعا بيغطي آثار يونانية رومانية في اماكن تانية. ان شاء الله الترم دوت هناخد مع بعض الاماكن اللي موجودة في مصر اللي لها يعني او بتتميز بوجود آثار غنية جدا ومميزة جدا في العصر اليوناني الروماني، اهمها منطقة الفيوم ومنطقة الواحات الغربية في مصر ومنطقة او محافظة المنيا. قبل ما نتكلم عن اي محافظة فيهم، المفروض ان احنا هنتكلم ان شاء الله على نومز اوف انشنت ايجيبت تيل ذا رومان تايمز. ومعنى كلمة نومز ان احنا عايزين نفهم يعني ايه نومز. نومز يعني مقاطعة، ودوت بيخلينا نسأل هو يعني ايه مقاطعة. المقاطعة ببساطة هي عبارة عن مكان او قطعة من الارض بتحوي هذه القطعة عدد من القرى والمدن، يعني بعض المدن كده وبعض القرى المجاورة لها. وزي ما كلنا عارفين ان مصر كانت مقسمة لعدد من المقاطعات، وهنشوف عدد المقاطعات ايه بعد كده وازاي اتطور عددها عبر مصر القديمة وفي الفترة اليونانية والرومانية. يبقى في البداية كده ايه هو النوم؟ هو عبارة عن ارض، مساحة شاسعة من الارض بتحوي هذه المساحة الكبيرة عدد من المدن وعدد من القرى. The nome refers to a large number of land territory. Land territory يعني مساحة ارض. That comprises التي تحوي that comprises many towns and villages. So the nome refers to a large land territory that comprises التي تحوي many towns and villages. الحقيقة كل مقاطعة في مصر كان ليها المعمود الخاص بيها، وزي ما هنشوف او احنا عارفين وهنشوف كمان في الديانة المصرية القديمة ان كل معبود في مصر كان ليه رمز، سواء رمز نباتي او رمز حيواني، وعادة بيبقى رمز حيواني. فبالتالي ان كل مقاطعة زي ما قلنا كان بيبقى ليها الاله الخاص بيها، وهذا الاله له الرمز او الحيوان الخاص بيه. فبالتالي لما اجي اكتب اسم المقاطعة بروح بمنتهى البساطة جايبة الحيوان المقدس او الرمز المقدس لمعبود المقاطعة دي، وبحطه كده على شكل في اللغة المصرية القديمة شكل ساية كده او شكل بيلر، واحط فوقيه شكل الايه او الرمز المقدس لمعبود او اله هذه المقاطعة. ليه بعمل كده؟ لان المصري القديم كان عايز يقول للناس وهي بتقرأ الجملة دي او الكلمة دي، يا جماعة دي اولا مقاطعة، يعني اي لما نشوف الجزء ده يبقى اعرف ان انا هتكلم عن مقاطعة. ما افرق المقاطعات ازاي عن بعضها؟ ان بروح بصة فوقيها، لو بصيت فوقيها لقيت مثلا رمز حاجة معينة، رمز حيواني نباتي شكل مقدس، يبقى ابقى عارفة ان دي المقاطعة الفلانية اللي بيتعبد فيها الاله الفلاني. So in ancient Egypt every nome had its own divinity. يعني ايه divinity؟ divinity زي deity، هي a god or a goddess، يعني باللغة العربية معبود. قد يكون المعبود ده إله أو إلهة، male أو female. So in ancient Egypt every nome has its own divinity, a god or a goddess. And as we know in ancient Egyptian religion، في الديانة المصرية القديمة، every divinity or every god and goddess had their sacred symbols. Had their sacred symbols. خلاص. Therefore, when the ancient Egyptian wanted to write the name of the gnome, when he wanted to write the name of the gnome, عمل ايه بقى؟ He placed the sacred symbol of the god of the gnome. كان بيحط الشكل المقدس، الرمز المقدس لمعبود المقاطعة، over or upon this this pillar. So we know how the names of the gnomes were written in the ancient Egyptian language. Ancient Egyptian language المقاطعة بصفة عامة في اللغة المصرية القديمة، أي مقاطعة كان بيبقى اسمها سيبات، بعد كده في الكوبتك أصبحت تاس، وفي الجريك أصبحت نوموس. طبعا نوموس دي هي اللي حرفت بعد كده أو اتخذت منها كلمة نوم في اللاتيني، وجي بقى منها كلمة نوم في الإنجليش language.
the nome in general يعني اسم المقاطعة بصفة عامة the nome in general was named in the ancient Egyptian language as Sipat in the Greek in the Coptic language Tos and in the Greek language Nomos. The name Nomos was the root of the word gnome in English language. كلنا طبعا عارفين معلومة معروفة جدا ان مصر اساسا كانت متقسمة لكام جزئين رئيسيين، الجزء الشمالي مصر العليا والجزء الجنوبي، الجزء الشمالي قصدي مصر السفلى والجزء الجنوبي اللي هي مصر العليا، Upper Egypt اللي هي مصر العليا اللي هي جنوب مصر، and it was called in the ancient Egyptian language Ta Shemع. Ta Shemع. Ta يعني ايه؟ يعني الأرض. اوكي شمع يعني الجنوبية. Lower Egypt مصر العليا، and it was called in the ancient Egyptian language Ta Mehu. الأرض الايه؟ اللي هي في الشمال. طيب Upper Egypt الجزء دوت كان عادة بيمتد من منطقة أسوان حتى أطفيح شمالا، أما منطقة مصر السفلى كانت بتشمل شمال مصر منطقة ممفيس ومنطقة الدلتا كلها. So Upper Egypt which was called in the ancient Egyptian language Ta Shemع comprised the place the upper or the southern part of Egypt from Aswan to Atfih in the north. On the other side, Lower Egypt, the northern part of Egypt, comprised Memphis, the delta, the northern delta, and also it was found and it was called in the ancient Egyptian language as we said Ta Mehu. لغاية دلوقتي احنا عرفنا يعني إنوم. It's a part of a land territory containing villages and containing also cities, and we know that in general any nome in ancient Egypt was called Sipat, after that in Coptic Tos, after that in the Greek language Nomos. بعد كده بقينا عارفين ان النوم او النومز ديت اتقسمت على جزئين من اجزاء مصر او الجزئين الرئيسيين لاجزاء مصر، وقلنا ان مصر since Arial times was divided into Upper Egypt اللي هي تا شمع and Lower Egypt تا محو. لغاية كده مفهوم. طيب أنا بفرق الأسامي بتاعت every nome إزاي؟ The ancient Egyptian used worshipped a god or a divinity كان بيعبد معبود in every nome في كل مقاطعة. Therefore, when he wanted to write the name of the gnome, he placed the sacred symbol of this divinity upon a pillar. كان بيحط رمز المعبود بتاع المقاطعة فوق ايه؟ فوق عمود. طيب هنيجي بقى الجزء جزء من ايه؟ من اجزاء مصر. طيب gnomes of Upper Egypt. الحقيقة ان gnomes of Upper Egypt معروفين ان هم مترتبين من الجنوب للشمال. ولاحظنا حاجة مهمة قوي على خريطة مصر ان المقاطعات بتزداد في عددها وفي اتساعها كلما اتجهنا شمالا، يعني من الجنوب للشمال بنلاقي المقاطعات اللي موجودة مثلا في مصر الوسطى عددها كبير ومتسعة. ده بيرجع ليه؟ بيرجع نتيجة ان وادي النيل بيتسع كلما اتجهنا ناحية الشمال، ده في منطقة مصر العليا. So the gnomes of Upper Egypt were ordered يعني كانت مرتبة from south to north. تمام. The number of the gnomes of Upper Egypt increased يعني ايه increased؟ ازدادت بالضبط كده. The number of the gnomes of Upper Egypt عدد مقاطعات مصر العليا increased gradually يعني ايه gradually؟ تدريجيا. Gradually moving northwards because the Nile Valley became wider علشان نهر النيل بيزداد اتساعا. طبعا احنا برضو المصادر الكتير جدا وخصوصا من بدايات العصر الأسرة الرابع حتى نهاية عصر مصر القديمة أكدت ان العدد المقاطعات في مصر العليا كان تقريبا 22 مقاطعة، والعدد دوت ثبت في كتير جدا من المصادر زي ما قلنا. So the gnomes of Upper Egypt reached 22 gnomes and this number was attested. تم يعني ايه؟
تأكيد عليه from the 4th dynasty till the end of the pharaonic period، حتى نهاية العصر الايه الفرعوني. زي ما احنا شايفين اهو، دي خريطة مصر، خلاص تحت خالص منطقة أسوان لغاية ما نطلع فوق. وزي ما انتوا شايفين هنا، لاحظين ايه؟ ان المقاطعات كلها متركزة في النص، الجزء العلوي او الجزء الشمالي من مصر الايه العليا. ودوت زي ما قلنا ليه، نتيجة ان وادي النيل هنا بيتسع خلاص شوية، فعلشان كده تركزت مقاطعات مصر العليا في الجزء ايه في الجزء ده. تمام. على الجانب الآخر، إن مقاطعات مصر السفلى الحقيقة كانت بتقل تدريجيا، كلما اتجهنا من منطقة بقى مصر الوسطى من منتصف كده نهر النيل لغاية ما بنطلع فوق. تمام. دي حاجة. تانية حاجة برضو بيقل برضو تدريجيا كلما اتجهنا غربا، لأن طبعا الغرب كان بتبقى فيها منطقة الواحات والأجزاء الصحراوية كانت أكتر، فبالتالي كانت بتقل فيها عدد المقاطعات واتساعها. The nomes of Lower Egypt on the contrary، على الجانب الآخر أو على عكس من مقاطعات مصر العليا، the number of the nomes of Lower Egypt decreased. يعني إيه decreased؟ قل في العدد، decreased in number when we move northwards إلى الشمال or westwards إلى الغرب away from the Nile Valley. Away from the Nile Valley. ادي اهوت احنا هنطلع فوق، بدأت برضو ايه المقاطعات هنا في مصر هنا ايه بتقل سنة سنة. تمام. لغاية برضو الجزء دوت تقريبا، يعني كلما برضو اتجهنا ناحية الغرب يعتبر ما فيش ايه مقاطعات كتير. اذا اكتر حتة تركزت فيها المقاطعات هي مصر الوسطى، الجزء اللي في النص ده. تمام. اللي هي الجزء الشمالي من مصر العليا ده كان فيه اتساع لوادي النيل. It's difficult to determine the accurate number and the location of the nomes of Lower Egypt. الحقيقة دايما الناس المهتمة بقصة أقاليم مصر ومقاطعات مصر المختلفة عندهم مشكلة في تحديد عدد المقاطعات وعدد الأقاليم في مصر السفلى، بالذات في الجزء الشمالي من مصر، وده بيرجع لعدد من الأسباب. The extension of the Nile Valley was changeable. يعني الاتساع بتاع وادي النيل كان مختلف من عصر لعصر، وده أدى لصعوبة تحديد عدد المقاطعات أو تغير عدد المقاطعات على مر التاريخ المصري. دي حاجة. تاني حاجة، عدد فروع النيل برضو اختلف من فترة لفترة زمنية. يعني على سبيل المثال في العصر اليوناني كانت تقريبا المصادر بتشير ان البرانشز اوف ذا نايل او فروع النيل وصلت لسبعة، خلاص، في حين ان فروع النيل في العصر الفرعوني ما كانتش معروف عددها بشكل كبير. So it's difficult to determine the accurate number، العدد المحدد او الصحيح او الادق، and also the location of the nomes of Lower Egypt because of a because of two main reasons. اول حاجة، the extension of the Nile Valley was changeable, so the number and the location of the nomes was also changeable، وبالتالي عدد المقاطعات كان ايه كان مختلف. The number of the Nile branches were used as boundaries for many nomes were also changeable. عدد فروع النيل اللي كانت مستخدمة كحدود ما بين الأقاليم، يعني هما كانوا بيستخدموا فروع النيل دي كحد ما بين إقليم وإقليم. تمام. فكانت مختلفة، وبما أن فروع النيل المستخدمة كحدود ما بين الأقاليم كان عددها مختلف من عصر العصر، فبالتالي عدد المقاطعات اختلف أيضا من عصر العصر. So the names, the number of the Nile branches changed from time to time, and these branches were used as boundaries. يعني إيه boundaries؟ يعني حدود، فاصل أو حد ما بين أرضين، خلاص. And therefore the number of the nomes was also changeable.
ادي مثلا خريطة كده قدامكم، او تسلسل لعدد النومس بتاعت upper بتاعت lower Egypt. يعني في العصر الاسرة الرابعة كانوا 14، الخامسة اصبحوا 17، الواحد وعشرين قالوا شوية تاني بقوا 16، في عصر الاسرة 18 بدأت الدولة يعني تزهو شوية والاراضي الزراعية تزيد، فبالتالي فروع النيل زادت وهكذا اصبحت 18. عصر خمسة اسرة 25 دخلنا في عصر اضمحلال تاني قلت تاني أصبحت 14، مع العصر الفارسي وصل عددها ل17، وفي عصر البطامي أصبحت 22 مقاطعة. يبقى هو دوت عدد المقاطعات في بالنسبة للور ايجيبت. وقد ايه انتوا شايفين مدى تغير عدد المقاطعات من ايه من عصر لعصر؟ مع العصر البطلمي والروماني الحقيقة هم عملوا يعني تغييرات كتير جدا في المقاطعات وتقسيماتها الإدارية، وأصبحت المقاطعات بتحمل أسامي آلهة يونانية، وبالتالي فأصبح اسمها متغير، يعني أصبح لها اسمين، الاسم المصري وبرضو اسم إيه يوناني روماني. The Ptolemies and the Romans made various administrative changes. يعني إيه various administrative changes؟ administrative يعني إداري، يبقى عملوا تغيرات إدارية كتير. In the division في التقسيمة and the nomination وفي التسمية، عملوا حاجتين، عملوا تغير إداري في حاجتين، في التقسيمة والتسمية بتاعت الأقاليم. They changed the division and the nomination of the Egyptian nomes. تمام؟ وزي ما قلنا the names of the nomes became more associated. يعني ايه associated؟ أصبحت مرتبطة أكتر، more related، more associated، مرتبطة with the names of Greek deities، آلهة آلهة يونانية. وزي ما قلنا deity زي divinity، ويعني ايه deity أو divinity؟ a god or a goddess، يعني إله أو إله، and heroes اللي هم الأبطال. وزي ما قلنا بما ان هم عملوا تغيرات كتير جدا، فاحنا ممكن نقدر نقول ان في الفترة اليونانية الرومانية اصبح عدد المقاطعات في او اقاليم مصر في مصر العليا وصل عددها، في بعض المصادر قالت ان هم وصلوا ل40 مقاطعة، في حين ان النومس اوف لوور ايجيبت وصلوا تقريبا ل50 مقاطعة. يبقى during the Greek Roman period the number of upper Egyptian nomes became 40 nomes and the number of the lower Egyptian nomes became 50 nomes. تمام؟ يبقى ده طبعا تغير كبير جدا، وتغير إداري وفي شكل المقاطعات نفسها. في مقاطعات كبيرة فرعونية تم تقسيمها، يعني مقاطعة كده كبيرة قسموها لكذا مقاطعة وهكذا. وأصبحت مصر من الناحية الإدارية بدل ما كانت مقسمة لجزئين رئيسيين، لا في العصر اليوناني الروماني أصبحت مصر مقسمة لثلاث أجزاء رئيسية: Upper Egypt, Lower Egypt and Middle Egypt Heptamonia. Upper Egypt, Lower Egypt and Middle Egypt Heptamonia. دي كانت يعني نبذة كده مختصرة عن أهم الأشكال أو المقاطعات اللي موجودة في مصر. هنبدأ بعد كده ندخل نشرح على موقع، أول موقع هناخده معانا اللي هو منطقة محافظة المنيا.